اليوم على تشكيل يضم خديجة رميشي سيان بوخامي سينا برادواني من عائلة هذه اللاعبة لازم أنه تنادوها باسم الحقيقي غزالة ونتمنوا كل التوفيق للغزالة. هذه كرة للفريق الغاني كان بالإمكان أن يكون هدف أول كرة في التماس للمنتخب الغاني. تدخل خديجة رميشي في المرة الأولى في المرة الثانية عادت كاتي مرابات لإبعاد الوطني. التحول للهجوم من الطرف الأيمن إمكانية هذه لأماني سلمى تتحول في منطقة الجزاء. الغزالة كان بإمكانه أن دور مهم جدا لإيلودي نهلة مع غزان الشباك. غزان الشباك تلعب دور محوري في خط وسط الفريق الوطني. شباك بالإضافة لكل من أمني سلمى للمنتخب الوطني. غزان الشباك العميدة تلعب كرة لسناء سناء 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 ممتازة جدا. شوية تركيز كان بإمكان أمني سلمى أن تسجل الهدف. كرة ممتازة جدا نشوف ذكاء كبير من سناء المسعودي واحدة من أبرز لاعبتنا في البطولة الوطنية الوحدة أمام المرمى. شوية تركيز كان بإمكانها. من جديد كرة مغربية للأمام نحو غزال عيان. غزال الغزالة كان بإمكانه أن يكون الهدف الأول في هذه ضربة زاوية للفريق الوطني. تو تحدثنا على الضيفة الثقيلة اليوم على العاصمة الرباط منتخب غانا ليا سيدات. كرة تسدد لكن في غياب التركيز بعيدا عن مرمى خديجة. رينا تتحول كرة من جديد من الطرف الأيمن سناء سناء منسولي سناء سناء بالمهارة تمر. إمكانية كرة تسدد لكن بعيدا عن مرمى المنتخب الغاني. يتواجدون هنا في المركب الرياضي المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط. حضور ايضا صغير المتالق في كره. غزلان شبك غزلان غزلان للامام نحو غزاله غزاله لسناء سناء سناء امكانيه هدف مره اخرى. شويه تركيز اماني للمره الثانيه كانت في موقف ممكن وانه للفريق الوطني فرصة سانحة أخرى للوصول مرمى المنتخب الغاني. الكرة الماضية كانت عندها حلول أفضل. هذه كرة من غزال الشباك الشباك لغزالة غزالة 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 لسناء لكن الراية مرفوعة والهدف مرفوض. الراية مرفوعة والهدف مرفوض للفريق الوطني. تمريرة من يوصل لمرمى المنتخب الغاني. تسلل شوية مهاجمة الفريق الوطني سناء مسعودي نقاش وغزان الشباك. هذه كرة للأمام ممتازة ممتازة للغزالة للغزالة والهدف والجول لغزالة عيان. غزالة لبوة هذه مميزة كما هي العادة لاعبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تنجح في تسجيل الهدف. التحول السريع وضرب دفاع غانا من العمق بالطريقة اللي شفناها بكرات قصيرة ستربك كثيرا دفاع منتخب غانا وبالخصوص أنجليزا. الهدف الأول للمنتخب الوطني. العمل كل العمل والإشادة كل الإشادة بلاعبات لمواترات للسمرير. الكرة بشكل ممتاز جدا. غزالة عيان غزالة عيان غزالة 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 الغزالة غزالة والعمل كل العمل والإشادة بالنقاش إيلودي نهلة يا نهلة للغزالة والهدف مغربي للبصمة مغربية مميزة في مرمى الحارس الغنية دوميسي فافالي. هدف جميل جدا للفريق الوطني في هذه المباراة. المنتخب يستحق منكم كل الثقة والدعم. كرة للفريق الوطني بالرأس كاتية كان بإمكانها وأن تسجل الهدف الثاني للفريق الوطني. إعادة للكرة الثابتة لعبت بشكل ممتاز جدا. لا عيان كرة تلعب بعيدا عن مرمى خديجة رميشي. هذا العام الثاني لهنا مع الفريق الوطني. الغزالة من جديد الغزالة تتقدم الغزالة تسدد لكن في يد حارسة مرمى المنتخب الغاني دوميسي. غزال عيان
لم تجد السند والدعم في الكرة الماضية فضلت التسديد بالطريقة الثانية. سنا مسعودي سنا بتمريرة من دهب والدهب الذي لا يصدأ في هذه المباراة. سنا مسعودي تغادر المباراة في الجولة الثانية. الإعادة للكرة اللي كان بإمكانها أن تكون هدف سلمى أماني. كرة ثابتة للمنتخب الغاني تسدد الكرة في غيبة تركيز بعيدا عن مرمى. كرة للأمام لغزال عيان غزالة والخطأ على غزالة والحكمة تتدخل وتطالب بمواصلة اللعب. ما زال الخطورة للفريق الوطني وتدخل كرة للفريق الوطني من فاطمة تقناوت. فاطمة والتدخل فاطمة تحضير الكرة من جديد. غزال الشباك لغزلان. غزالة وهي غزالة هذه أي هدف هذا من عالم آخر للغزالة التي تضيء ليلى رباط للمتألقة القادمة من نادي توتنهام هوتسبير. هدف من طراز عالي جدا. غزالة عيان تضيف الثاني للفريق الوطني. ليلى بوآت الأطلس أمام البلاسف للفريق الوطني. شوف العمل الكبير من غزلان. غزلان الشباك نفس الطريقة ضرب دفاع منتخب. قلت لكم في الجولة الأولى قلت لكم أني والويزا ثقيلة بزاف للمرة الثانية تتسبب في هدف المنتخب غانا. ثقيلة بزاف أني والويزا. قراءة جيدة للرينالد بيدروس ما بين شوطي هذه المباراة خلتنا نشوف الفريق الوطني أقوى يلعب على نقاط ضعف المنتخب الغاني ويستثمر نقاط قوته القوة الضاربة القاد. كرة في منطقة الجزاء لمنتخب غانا والتدخل المميز. ما زال الخطورة لغانا تسدد الكرة بعيدا عن مرمى الحارسة خديجة رمي. أربع دقائق وقت مضاف. كرة من الطرف الأيمن للفريق الوطني. إمكانية للفريق الوطني لتسجيل الثالث أمام غانا لتسجيل الثالث في هذه المباراة. شوية تركيز معلش المفتي مع الكرة اللي شفناها كانت الوحدة في موقف مريح. فاطمة تقنوت قامت بالأصعب.